نمضي مباشرة للانتباه وفيها نقرأ: الحرية والتغيير رافضي الإطاري طالبوا مهلة قبل التوقيع على الإعلان السياسي. قال قيادي في تحالف الحرية والتغيير إن قوى رافضة الاتفاق الإطاري طلبت مهلة ليومين قبل التوقيع على إعلان سياسي جرى في وقت سابق، مؤكدا أنه لن يكون بديلا للاتفاق الإطاري. وقال القيادي في الحرية والتغيير طه عثمان في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء أنه تم التوصل إلى اتفاق سياسي كامل مع حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، وسيوقع عليه قادة الجيش كشهود. هذه المجموعات طلبت مهلة لمدة 48 ساعة بعد أن طالبت بأن توقع عليه ككتلة، ولكن رأينا أن يكون التوقيع ممثلا في التنظيمات. طيب كل مرة طبعا نستمع إلى مثل هكذا أخبار، هل سيكون هذا الخبر كخبر الاتفاق بنسبة 95% على أبرز الخلافات ما بين الحرية والتغيير، المجلس المركزي وحركتي منيار كومناي وجبريل؟ برضو ما يدور في الخفاء عدد من الاجتماعات غير الرسمية وغير المعلنة، وما زالت التوافق على إعلان سياسي بحسب بعض المعلومات لدي أنها اكتملت. تظل المعضلة مطالبة المرافضين للأطراف في أطراف التوقيع أن يكونوا ككتلة مثل ما ذكر الخبر، بينما الموقعين على الاتفاق الإطاري وقعوا كأجسام يعني أجسام معنية. حتى المؤسسة العسكرية والمؤسسة النظامية، يعني الدعم السريع وقع براو، المؤسسة العسكرية القوات المسلحة وقعت براها. الآن الصعوبة في أن تقوم حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة والحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل الجناح جعفر المرغني بالتوقيع عبر تفويض من أعضاء الكتلة التي يمثلونها. طيب لماذا برأيك أستاذ صاهر تصير حركة العدل والمساواة وتحرير السودان على التوقيع، يعني على الاتفاق السياسي ككتلة وليس كمنفردة؟ يعني هم في تقديري أنهم يحاولون أن يعيدوا مشهد 8 يونيو رتانا سلام بإغراق العملية السياسية بواجهات للنظام السابق بمجموعات أخرى غير معنية. برضو عشان لفائدة المشاهد، الاتفاق الإطاري عندما وقع المكون العسكري بطرفيه وعندما وقعت القوى السياسية الموافقة على الاتفاق الإطاري حددت أطراف في وقتها واتفقوا عليها، والأمر ده أخذ عدد من الشهور. الآن التراجع اللي بيتم من الحركتين والحزب الاتحادي الأصل هو محاولات لرفع سقف التفاوض. ما هي المكاسب التي يرجونها يعني باعتقادك؟ أن يكون لهم عدد أوسع من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. هل سيضيف لهم هذا شيء في العملية السياسية؟ بيروا أن الغالبية عندما تكون غالبية القوى السياسية الرافضة للإنقلاب والموقعة على الاتفاق الإطاري مجموعات وتوافق أوسع كتحالف الحقوق والحرية والتغيير وللاتحاد جناح الحسن وللمؤتمر الشعبي والاتحاد الشريف الهندي ومجموعات دي كلها، بيفتكروا انهم على قلب رجل واحد، وانهم دير لو جو حيكونوا أغلية، خصوصا انه في حركات موقع على اتفاق السلام موجودة هناك زي الهادي إدريس وزي الطاهر حجر وياناس ياسر عرمان والمجموعات دي، فخشيتهم من انه يكونوا أغلية في اي اتفاق قادم بتجعلهم يطالبوا دائما بأعداد أخرى من الموقعين معهم في الكتلة. طيب أستاذ طاهر، يعني إذا ما أردنا التحدث بشكل أكثر شفاف وأكثر صراحة، يعني أتكلم على أنه في تأخير حاصل والبلد وضعها سيء جدا، وأتكلم عن أكثر من سنة ونص، المصير ما معروف، ناس بتسافر، ناس حالة واقف، في قصص كثيرة يعني واقفة، يعني هل الوقت بيسمح لأن الناس؟ لا نملك طرف الوقت، لا يملك السودان طرف الوقت. الأزمة الاقتصادية الآن مستحكمة بصورة كبيرة جدا جدا، القدرة الشرائية للمواطنين في تراجع مستمر، معدلات الأسعار في ارتفاع بصورة دائمة، الإضرابات التي تشل العام الدراسي نفسه مهدد، والشهادة السودانية مهددة بالتأجيل لأول مرة، الإضافة إلى الأوبئة الصحية التي تظهر حمى الضنك الملاريا وغيرها، الوضع الأمني نفسه المتردي، كل منطقة
بيشتعل فيها صراع مرة بعد مرة. إذن لا نملك طرف الوقت. وفي جانب آخر إنه المجتمع الدولي ومساعدات السودان والمنح وإعفاء الديون حدد لها تاريخ محدد في مارس المقبل. إذا تجاوز السودان هذا التاريخ دون تكوين حكومة مدنية يفقد فرصته. إذن لا نملك طرف الوقت. طيب هل تعتقد بأن العملية السياسية قد اقتربت من نهايتها؟ أنا في توقعاتي أن الأسبوعين القادمين بحسب بعض المصادر ستكون حاسمة في التوصل إلى اتفاق ينهي الحالة الموجودة الآن. الاتفاق كيف تتوقع أن يكون شكله؟ هل ستوقع المكونات منفردة؟ نعم، أتوقع أن المكونات العدل والمساواة وجيش تحرير السودان والاتحادي سيوقعوا منفردين. طيب. في الاتفاق وفق إعلان سياسي مكمل للاتفاق الإطاري. طيب. بينما يكون هناك اتفاق نهائي. وما هو مصير بقية الأجسام الأخرى الموجودة بداخل الكتلة الديمقراطية؟ هل تتوقع أن يكون لها رد فعل قوي، يعني كتسيير مواكب، كأي شكل من أشكال الشغب المعروفة، كأي تكتيكات من التكتيكات السياسية التي يعني شديدة اللهجة؟ نعم، ما هي الكتلة الديمقراطية دي تنقلت في مسميات وتخلقت، كانت الحرية والتغيير الوفاق الوطني، ثم صارت الكتلة الديمقراطية تعددت وكان قبالة الموقعين على اتفاق جوبا. في تخلقات الكثيرة دي هي جزء من السلطة الحاكمة الآن منذ 25 أكتوبر، هم حلفاء للسلطة الغائمة وهم المجموعة الحاكمة الآن وممسكة بزمام الأمور والمالية والاقتصاد وغيره. طيلة هذه الفترة أكثر من 14 شهر ماذا قدموا، سواء في الشارع الثوري، سواء في وقف الانتهاكات، سواء في الاقتصاد وفي التنمية؟ أنا أعتقد أنه الحديث عن تعويق لأي عملية سياسية أو اتفاق جديد سيورد البلد موارد الهلاك، سيجعل المجتمع الدولي يتهم هؤلاء الذين يعوقون أي عملية انتقال باتهامات قد تؤدي بهم إلى مدارك أخرى. طيب.